اهلا بحضراتكم مره تانية. يبدو ان الكبار ما لهمش حظ في بطوله اوروبا السنه دي، يعني امبارح اتنين كبار ودعوا هولندا وراه منها على طول، البرتغال حامل اللقب، ولسه زملاء بيبلغوني دلوقتي انه كرواتيا كسبانه اسبانيا، واسبانيا في طريقها للخروج لو ما لحقتش نفسها في بطوله غريبه وعجيبه. على كل الاحوال نرجع لملف الدوري مره تانية، والنهارده زي ما حضراتكم عارفين مستر بيتشو موسيماني قرر انه يبقى في راحه، بكره ان شاء الله نرجع للتدريبات مره تانية استعدادا لفتح بقى صفحه الدوري الممتاز بلقاء، يعني لقاء مفترض انه لقاء قوي، لقاء بقى واحد من الماتشات اللي بتحظى بجماهيريه كبيره جدا، وواحد من المطبات الصعبه في مشوار النادي الاهلي لاسباب كتير هتكلم فيها مع حضراتكم ومع ضيفي طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيشرفنا فيه السادسه كابتن احمد عبد الفتاح. اهلا بيك يا كابتن احمد، نور الدنيا. اهلا بيك، وانا طبعا معكم النهارده، والف مبروك للنادي الاهلي لوصول المباراه النهائيه، وان شاء الله البطوله العاشره ان شاء الله باذن الله. لسه كنت هبارك لك واقول لك الف مبروك على فوز الاهلي على الترجي وعلى الوصول للنهائي للمره الثانيه على التوالي، وللمره 14 في تاريخ النادي الاهلي ان يوصل لنهائي دوري الأبطال.